واحد من اكثر الطرق شهرة للربح من خلال الانترنت والعمل عبر الانترنت وتحقيق دخل اضافي وجانبي هو الربح من خلال التيك توك، وتحديدا من خلال برنامج الربح من تيك توك كرياتيفيتي بروجرام بيتا. خلينا نشرح عنه اكثر، لانه في الفيديوهين السابقين في كثير بعض الامور وبعض الاسئله اللي تم تداولها من بعض الاشخاص اللي بيشاهدوا هاي الفيديوهات بتم طرحها، وراح اجاوب على جميع هاي الاسئله، وايضا راح اوضح لك الصوره كامله عشان انت تكون مدرك تماما كيف تقدر تربح من التيك توك، كيف تقدر تستفيد من برنامج تيك توك كريتيفيتي بروجرام بيتا واللي تحديدا موفر الان خاصه في امريكا. وهذا الشيء راح نوفر لك اياه، وايضا راح اشارك معك في هذا الفيديو واحده من اشهر طرق ومن اشهر الادوات، وايضا كمان من افضل المحتويات اللي انك ممكن تبدأ فيها لتحقيق دخل جانبي واضافي من خلال الانترنت. معك حمزه صديقي اللي راح يساعدك في تحقيق دخل جانبي واضافي من خلال ممارسات العمل عبر الانترنت اللي احنا بنقوم بتجربتها وبشاركها معاكم في هاي القناه. نقول بسم الله ونبدا حلقتنا ونتوكل على الله ونعرف بالضبط كيف هنقدر نستفيد من الربح من خلال هاي الطريقه. في البدايه اصغير خلينا اوضح لكم شو هو تيك توك كرياتيفيتي بروجرام بيتا، او شو هو برنامج الابداع للربح من خلال تيك توك، وتحديدا هو برنامج مشابه تماما لليوتيوب بارتنر بروجرام او شركاء الربح من اليوتيوب. خلينا نشرح عنه اكثر تعرف بالضبط شو هذا البرنامج. هذا البرنامج تمام هو موفر لتحديدا لاشخاص او دوله معينه، دول معينه وتحديدا واشهرها دول مثل امريكا. تمام اللي بيقدروا يحققوا من خلال او يحققوا ربح من خلال هذا البرنامج هو لازم يكون ينطبق عليه بعض الشروط. هاي الشروط انه يكون اول شيء عنده يو اس بيس اكاونت، يكون عنده حساب امريكي. الاشي الثاني انه يكون عمره طبعا لا يقل عن 18 سنه، يعني 18 سنه فما فوق. الاشي الثالث لازم يكون في عنده 10,000 متابع، والاشي الرابع لازم يكون في عنده 100,000 فيديو فيو مشاهده، 100,000 مشاهده في اخر 30 يوم. وهذا تماما مشابه لشركاء الربح من اليوتيوب واللي بيطلب منك 4,000 ساعه مشاهده و1,000 مشترك، واذا بدك تربح من خلال فيديوهات قصيره لازم يكون في عندك 10 مليون فيو. هذا اشياء هو منافس تماما لطريقة الربح من خلال اليوتيوب، وفرتها تيك توك لصناع المحتوى اللي بيصنعوا محتوى وبحصدوا مشاهدات للربح من خلال هاي المشاهدات اللي هي زي ما حكينا مشابهة تماما للتيك توك. إذا واحدة من الفرص اللي الآن وبتقدر أنك تبدأ فيها في عام الجديد في عام 2024 إذا الله أحيانا إن شاء الله جميعا بالخير والصحة، هذا الإشي بتقدر أنك تبدأ فيه عشان تحقق دخل جانبي وإضافي من خلال الإنترنت. طيب شو المطلوب منا؟ شو لازم نعمل عشان نبدأ في تحقيق هذا الاشي؟ اول شيء لازم يكون في عنا حساب امريكي، وهذا الاشي راح اشرحه في هذا الفيديو. رقم اثنين لازم يكون فوق ال 18، طبعا اغلبكم فوق ال 18. والخطوة الثالثة والرابعة هو انه يكون في عندك 10,000 متابع و 100,000 مشاهدة. وهذا الاشي قد يظن البعض انه شوي رح يواجه فيه صعوبة، ولكن ان شاء الله في هذا الفيديو راح اوفر لك طريقة ليجل طبعا، طريقة قانونية عشان تأمن فيها ال 10,000 متابع وال 100,000 مشاهدة. وزي ما حكينا راح نوفر أول شيء اليو اس بيست اكاونت، هذا راح أشرح عنه في هذا الفيديو، وبعدين راح ننتقل للخطوة الثالثة والرابعة ونعرف كيف نعمل هذا الشيء، وعرفك أكثر على خوارزمية تيك توك كيف تشتغل، شو ممكن إنك تستفيد من هاي المعلومات وتوفرها في محتواك. ننتقل للخطوة اللي بعدها. على مدار أكثر من أشهر قمنا بتجربة الحسابات الأمريكية واللي بتدعم إنك أنت تكون بتمتلك عفوا حساب أمريكي، وبقدر هذا الحساب إنك أنت والله يوفر لك برنامج شركاء ربح من التيك توك اللي هو تيك توك كرياتيفيتي بروجرام بيتا. طيب هذا الإشي كيف أنا بقدر أحصل عليه؟ باختصار في موقع بالتعاون التجاري مع هاي الشركة إحنا وفرنا لكم هاي الحسابات، حسابات أمريكية حقيقية 100%. هاي الحسابات أحلى إشي فيها إنه إنك من اي مكان كنت، يعني حتى ان كنت في دول عربيه تمام، دول شرق الاوسط، دول الخليج، دول المغرب العربي، بلاد الشام، كل الدول بتقدر انها تمتلك هذا الحساب. يعني انت اي مكان كنت موجود فيه هذا الحساب بتقدر انك تمتلكه. طيب هذا الحساب محتاج لفي بي ان ايضا، كمان هذا الحساب ما بحاجه لفي بي ان، لانه في كثير من اشخاص صناع المحتوى وايضا كمان صناع المحتوى الاجانب اللي بيرشدوك لطرق الفي بي ان. الفي بي ان هو عباره عن تغيير اي بي ادرس، وهذا الشيء التيك توك راح يكتشفه، ولكن لما تمتلك حساب امريكي حقيقي كامل ومضمون مدى الحياه، وهذا الشيء بالفعل مضمون مدى الحياه، واي مشكله راح تواجهها بتقدر انك انت تحلها مع الشخص او مع الموقع هذا، وراح يوفر لك جميع الحلول، وما راح تواجه ان شاء الله اي مشكله بعد تجربتنا لفتره طويله لهي الحسابات. اذا هذا الحساب من اي مكان بالعالم، وايضا ما بيحتاج لفي بي ان، وايضا راح يتوفر لك الحساب خلال 24 ساعه بكون حساب موجود لك. هذا الشيء ايضا الاضافي واللي كثير من الاشخاص بيسعوا انه يوصل له هو انا بقدر استهدف الجمهور الامريكي. نعم
هذا الاشي باتباع التعليمات اللي رح يبعث لك اياها هذا الحساب على الايميل تاعك بعد شرائك للحساب، لانه هم رح يبعثوا لك جميع المعلومات والايميل والباسورد تاع الحساب تاعك، وايضا كمان الحساب الامريكي تيك توك رح يبعثوا لك اياه، ورح يبعثوا لك تعليمات عشان تقدر تستهدف تارجت يو اس، عشان تقدر تستهدف الجمهور الامريكي، وهذا الشيء رح يخولك انك انت توصل لهاي ار بي ام. هاي ار بي ام بمعنى معدل ربح عالي لكل 1000 مشاهده. وكثير من الاشخاص اللي تعرف شو معنى مصطلح الار بي ام، الار بي ام اللي هو ريفينيو بير مايل، يعني او تكلفه الربح لكل 1000 مشاهده، وهذا تماما مشابه زي ما حكينا للربح من اليوتيوب. هذا الحساب سعره الان 29 دولار طبعا بعد خصم، وايضا كمان راح اوفر لك خصم اضافي ماينس 7 دولار طبعا بعد استخدام الكود الخصم تاعي تحديدا حمزه، واللي هتلاقيه اسفل هذا الفيديو رابط خصم خاص. وهذا الشيء بتقدر تقرا برضه التعليقات، وايضا كمان هذا الشيء بيوفر لك ضمان مدى الحياه واسترجاع للاموال خلال 30 يوم. هذا الشيء بياكد لك انه بعد 30 يوم تقدر انك تسترجع اموالك، وايضا ضمان مدى الحياه للحساب انه يكون شغال معك 100%. طيب كيف بقدر استفيد من هذا الحساب؟ باختصار تضغط على اد تو كارت، تقدر تختار عدد الحسابات اللي انت بدك اياها، احنا رح نختار واحد بعدين اد تو كارت. بعد ما تضيف اد تو كارت على طول من خلال الرابط اللي انا موفر لك اياه رح يكون في عندك رابط خصم حمزه رح ينضاف تلقائي، هذا الشيء رح يوفر لك خصم، تمام؟ احنا هون محطوط واحد بدنا واحد، رح يوفر لك خصم 7 دولار بدل ما هو 29 دولار رح يصير 22 دولار. هاي هي بوابات الدفع. اي مشكله انت بتواجهها تضغط على اللايف شات هون تتواصل معهم وبردوا عليك بشكل فوري، وهذا الشيء انا بضمن لك اياه 100% بعد تجربتنا لإله. طيب ننتقل لخطوات اختيار المحتوى والمحتويات اللي احنا بنقدر نشتغل فيها لبرنامج الربح من التيك توك. خلينا ننتقل للخطوه اللي بعدها. الان اصدقائي في الخطوه اللي بعدها، وهي خطوه في غايه الاهميه انه احنا نتعرف عليها، ولازم انه يشير لها اي شخص حاب انه والله يطرح عليك موضوع او مشروع تبدأ فيه في تحقيق دخل جانبي واضافي. لانه انا بمجرد انه حكيت لك والله انا بخليك تمتلك حساب امريكي ولكن مش معطيك باقي الامور، هنا في شوي من الاستغلال لك، ولكن انا راح اشرح لك بكافه التفاصيل عشان انت تقدر تستفيد تبدأ عامك الجديد باذن الله بشكل ناجح وممتاز. طيب زي ما ذكرنا سابقا احنا حكينا لازم يكون في عندنا من الشروط المطلوبة للانضمام للربح من خلال التيك توك، يكون في عندنا بيست اكاونت، يكون عمرنا فوق ال 18، ويكون في عندنا نقطتين في غاية الأهمية، وهو انه يكون في عندك 10,000 متابع وايضا كمان 100,000 مشاهدة. طيب اذا انا حكيت لك والله روح اشتري المتابعين او روح اشتري المشاهدات، انا هيك بضرك ما بفيدك، ولكن انا راح اعطيك فورمة عمل احنا نشتغل عليها حتى في مجال اليوتيوب وصناعة المحتوى الاجنبي وايضا كمان في صناعة المحتوى العربي، وانا بحب اطبقها بعملي وايضا لعملائي في صناعة المحتوى الاجنبي والعربي كلاهما. هاي الفورمة هي معتمدة على مجال العمل، بمعنى كلما زاد العرض، تمام، كلما زاد العرض تمام وزاد الطلب، هذا الشيء ما راح يخليك مميز في ان المحتوى تاعك. راح اوضح لك اياها بشكل تفصيلي ورسم بياني عشان تكون انت واضحه الامور لك. في مجال الاعمال او في مجال البزنس تحديدا، كل ما يزيد الطلب كل ما يزيد العرض، انت راح تكون في لك نسبه قليله من خلينا نحكي من الارباح وغيره من ذلك، وهذا الشيء ينطبق تماما في مجال صناعه المحتوى. كل ما كنت انت بكل مكان زاد الطلب والعرض تاعه قليل، انت هذا المحتوى لازم تختاره. بمعنى لو كل صناع المحتوى تمام بقدموا نفس المجال نفس المحتوى والطلب على هذا الاشي برضه عالي، مش كل صناع المحتوى رح ينجحوا، وهذا الاشي رح تقدر انت تشاهده في جميع قنوات اليوتيوب وايضا كمان في مجالات التيك توك والانستغرام وغيره. ولكن الاشخاص اللي بتنجح هي الاشخاص اللي بتعرف كيف تختار وتحط عينها على محتوى عليه طلب عالي ولكن العرض تاعه قليل. يعني صناع المحتوى اللي بيشتغلوا على هذا الاشي قليل جدا ولكن الطلب بمعنى انه الجمهور محتاجه، محتاج انه يشاهده، محتاج انه يتعرف عليه اكثر، وهذا الاشي اللي انه بامكانك انك تجد هاي الثغرة وتشتغل عليها. طيب شو هي الطريقة يا حمزة اللي انتم بتشتغلوا عليها واحنا الطريقة اللي بنعمل عليها البحث في عمل ذلك؟ هذا الاشي باختصار بانك انت لازم تتوجه لمنصة تيك توك لمنصة اليوتيوب وتشوف الأشخاص أو تشوف الجماهير أو المشاهدين اللي بيكون في طلب عالي لهذا النوع من المحتوى ولكن العرض تاعه، العرض بمعنى أنه صناع المحتوى ما بيشتغلوا عليه كثير أو ما بيقدموا عليه كثير. هاي هي النقطة أو الثغرة الفاصلة بين صانع المحتوى الناجح وصانع المحتوى الغير ناجح، لأنه راح تلاحظ عدد كبير من الناس قلدوا مستر بيست، بس كلهم نجحوا زي مستر بيست؟ أكيد لا. وكيف في صناع محتوى بيشتغلوا في مجالات التعليم، مجالات التقنية، مجالات الترفيه، هل كلهم زي بعض؟ أكيد لا. لأن زي ما حكينا أنت لازم تدور على اللي هو إشي طلب عليه عالي ولكن العرض تاعه قليل.
في الأيام القادمة بإذن الله راح أشارك معك بعض المحتويات اللي وجدنا فيها الطلب عليها عالي ولكن العرض عليها قليل، وهالإشي راح أشارككم معاكم، وأنتوا كمان راح تستفيدوا من هاي الميزة بصناعة محتوى طلب عليه عالي جدا ولكن العرض تاعه قليل، وأنت تكون من صناع المحتوى اللي تستفيد في أنك توصل لهاي النتائج بشكل سريع ومميز، وهذا الإشي اللي بخليك مختلف عن صانع محتوى آخر. إن شاء الله في الأيام القادمة راح أشارك معكم محتويات بالفعل ناجحة، وهذا الإشي إن شاء الله راح يفيدكم. طيب في بعض التعليقات اللي تداولها الأشخاص واللي أيضا أرسلوا لنا إياها على الانستغرام حول موضوع الربح من التيك توك وأيضا الربح من برنامج الشركاء للتيك توك، هل هذا الإشي بيحتاج تمام إنه يكون والله في عندك حساب أو بنكي أو عفوا اللي هو خلينا نحكي بطاقة وطنية؟ هذا الإشي غير 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 موجود تماما، وأصلا ما حتى الأجانب ما عندهمش هذا الإشي، يعني فما بعرفش أنت كيف طرح خطر على بالك هذا السؤال، هذا الإشي أصلا مش موجود والإشي ما راح يطلبوه منك التيك توك. تاني إشي طرق الدفع او طرق الدفع اللي انا بستفيد منها او بربح منها من التيك توك، في عندك كتير طرق، من اشهرها باي بال هو عباره عن ايش؟ خلينا نحكي حساب بنكي جلوبال وليس لوكال، يعني مش محلي، هذا الشيء بقدر انا والله احصل اموالي من امريكا من كل الدول، ولكن الحساب تاعي هو باي بال لانه موجود ومتوفر عند الجميع. طيب الاشياء الثانيه تمام بموضوع اغلاق الحساب او هذا الحساب، بحكي يا صديقي هذا الحساب هو حساب امريكي تماما، ما بنستخدم فيه في بي ان ولا بنستخدم فيه سيم كارد امريكيه، هذول التنتين احنا ما بنستخدمهم، هذول هم الشغلتين اللي اصلا ممكن ان انت تكتشف فيهم، وهذا الشيء اصلا مش موجودين تماما. وايضا اخر شيء في بعض التعليمات راح يبعث لك اياها الموقع عبر الايميل، انا بتمنى انك انت تتبعها، وهذا الشيء بالفعل هخليك تمتلك حساب امريكي مضمون مدى الحياه، وايضا بامكانك انك انت تستفيد منه كصانع محتوى تحصل منه ارباح. لا ننسى اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس، لانه بالفعل الحلقه القادمه راح تكون صدقا مفيده لك تماما في عمليه اختيار المحتوى، حتى اذا بدك تشتغل في اليوتيوب وتشتغل في الانستغرام او تشتغل في التيك توك، هذا الشيء جدا راح افيدك فيه باذن الله. كان معك حمزه صديقك بحسابك في تعليقك الجانب واضافي عبر الانترنت، لا ننسى دعواتنا لاهلنا في غزه ودعواتنا لاهلنا في فلسطين، ان شاء الله نصل قريب باذن الله. نشوفكم في حلقة قادمة. تشاو.